الخير. مش عارف اقول ايه، تصدق ولا ما تصدقش. اول صوره لمتطرف يطعن اسقف الكنيسه، وبعد القبض عليه طعن اسقف الكنيسه، والقت السلطات القبض على المتطرف طاعن اسقف الكنيسه. بعد طعنوا عده طعنات للاسقف ماري عمانوئيل اثناء عظته اليوم بالكنيسه، وايضا طعنوا لعدد من المصلين اثناء محاوله انقاذ الاسقف. والجاني هو شاب عربي يتحدث العربيه، ونجح المصلين الامساك به وتسليمه للشرطه، ووقعت مجادلات بينهم وبين حول ارهابي بمحاوله قتل الاسقف اثناء العظه. حالة من الذهول، حالة من الرعب، حالة الأسقف ماري عمانوئيل مستقرة، ونطلب الصلاة من أجل مرتكب الجريمة. يا سلام، صلوا أحبوا أعداءكم كما قال المسيح. طعن أسقف الكنيسة وأصدر كنيسة المسيح الراعي الصالح. كنيسة المسيح الراعي الصالح بيان مساء اليوم حول إصابة الأسقف ماري عمانوئيل الذي تم نقله إلى المستشفى على أثر حادث طعن تعرض له مع أربعة آخرين من قبل أحد الأشخاص المنتمين إلى الجماعات المتشددة. كيف وصل إلى الكنيسة وكيف دخل؟ وجاء نص البيان باللغة الإنجليزية ما يلي: أعزائي الإخوة والأخوات، لقد دخل أسقفنا الحبيب نيافة المطران ماري عمانوئيل إلى المستشفى وفي حالة مستقرة. نسألكم الدعاء في هذا الوقت، ورغبة الأسقف وأبينا أن تصلوا أيضا من أجل المرتكب الجريمة، كما نطلب من أي شخص من أبناء الكنيسة أن يغادر بسلام كما يعلمنا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. انظر ايضا نجيب سويرس يعلق على حادث طعن اسقف الكنيسه. اسقف الكنيسه الاشوريه علق رجاء رجل الاعمال المهندس سويرس نجيب سويرس على حادث طعن الاسقف ماري ايمانويل اسقف الكنيسه الشرقيه القديمه، والعديد من المصلين لحادث طعن أثناء إلقاء عظة روحية بكنيسة المسيح الراعي الصالح بحي وكيل غرب مدينة سيدني. وقال سويرس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أستغفر الله العظيم، شكله مجنون مش متطرف. مش بس متطرف، هذا الملعون، هذا الشخص المتطرف والإرهابي، لماذا كل ذلك؟ وهل يفعلون المسيحيون أفعالا تثير الغضب؟ هل هناك أيضا المسيحيون يفعلون ما يثير الغضب أو ما يثير الشك؟ هل يصنعون أشياء غريبة؟ كل ما كان عليه الكائن هو أنه كان يصلي بداخل الكنيسة. الحقيقة المحزنة، لماذا أنا لم أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك، لأن الأمر أصبح سخيفا. ننشر أول صورة للمتطرف، ننشر بث مباشر
للمتطرف طاعن أسقف الكنيسة القديمة. وصادم جدا بعد القبض عليه. الأمر المحزن، أطلب من الله أن يحفظ كنيستنا من هؤلاء الغوغاء، من هؤلاء المتطرفون، من هؤلاء الإرهابيين، من هؤلاء من يحاولوا دائما. الحقيقة المرة والمحزنة وصادم جدا ما يفعل هؤلاء الغوغاء. إننا كنيستنا كنيسة محبة، كنيسة سلام، وبالرغم من كل ذلك إلا أن الأسقف يطلب أن نصلي من أجل هذا الخبيث، من هذا المرض الملعون. نعم، إنه أمر محزن للغاية، والمنظر لا يستطيع أحد أن يراه. هذا الشاب الذي دخل على الأسقف وهو يوعظ الناس، يعظهم من أجل المحبة، ويدخل هذا الإرهابي ويطعنه عدة طعنات شديدة من فوق رأسه كتفه. هل قال غلط؟ هل تحدث بالخطأ؟ هل فعل أمرا مشيء؟ هل تحدث بالخطأ عن الرؤساء؟ هل فعل أمر يجعل هذا الأمر مشين؟ الحقيقة نصلي جميعا أن يرفع عنا الله عنا الغلاء والوباء والغوغاء والإرهابيين. صلي ونقول: يا أبانا الذي بالسماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كبابنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تحية وطيبة وبعد، ونقول: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. صلوات غطى قداسة البابا طولوس الثاني، بابا بطرنا.